بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد النبيين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحجة الله على الخلق أجمعين. به ختم الله النبوات وأكمل الرسالات، وببعثته أشرقت الأرض بنور ربها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس الذي يجمع طلبة العلم ويذكرنا بالأيام الخاليات التي عشناها وجمعتنا في رحاب الأزهر الشريف بمن وفد إليه من مشارق الأرض ومغاربها، فالأزهر كعبة القاصدين من أنحاء الدنيا. كم اجتمعنا فيه بأولياء وصالحين وعلماء وزهاد في تراب هذا المعهد العتيق، رأينا العجائب والغرائب، وإحدى هذه العجائب هي الشيخ إبراهيم المالي نفسه. فقد رأيت فيه غرابة كما يكتب في شعره، إنه من أصحاب الهمم التي لا تقف عند حد ولا تريد أن تتقيد بقيد، وهذا سر كبوته كما ذكر في الدراسات العليا، لأنه لم يرد أن يتقيد بالحدود أو يعرف القيود. هناك أسرار وأشياء أخرى لا تذكر أذكرها بيني وبينه. وكذلك مما أعاتبه الحط أو النيل من مكانة الجامعة العريقة التي كلنا درسنا فيها، والجامعة المؤنثة أضيفت إلى الجامع المذكر، وليس التأنيث عيبا، فلو كان التأنيث لاسم الشمس كما يقولون، فليس التأنيث لاسم الشمس عيب، وليس التذكير فخرا للهلال، ولكن حبنا له وإخلاصه ووفاؤه وهمته العالية يعني جعلتنا نترك هذه الحواجز وننظر إلى الثمرة التي حققها وإلى البذرة التي بذرها هنا. فقد اجتمع الطلاب حوله، فله همة كما قلت وثقافة جامعة، وكذلك رأيت له من اسمه نصيب، مثلا عنده الوفاء بشدة، فالله تعالى ذكر نبيا من الأنبياء وهو خليل الرحمن سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، وإبراهيم الذي وفى. فنرجو من إبراهيم هذا أن يكون على أسوة وقدوة بسيدنا إبراهيم الخليل، وأن يكون عنده الوفاء الدائم للأزهر الشريف، وكذلك مدحه في الأزهر الشريف وعنوان هذا الكتاب الجوهر النفيس في مدح الأزهر الشريف. فكل من دخل الجامع الأزهر واختلط بأهله وعاشر أهل مصر جميعا رأى فيهم الصدق، وأنهم يحبون من يعاشرهم، يحبون من هاجر إليهم كأهل المدينة، ويكرمونه ويحتفون به. رأينا احتفاء الطلبة وغير الطلاب، ورأينا إكرامهم، ورأينا اهتمامهم بإبراهيم، ونعرف الكثير ممن كان يهتم بشأنه ويتابع أخباره، وكلنا جميعا نشهد له بالعلم والثقافة. وكما قلت لكم، له من اسمه نصيب، فسيترك في قلوبنا جرحا وأثرا عميقا، فلا نقول بعد رحيله أو فراقه إلا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
فيحزننا ولا نريد أن نفارقه، بل نريد أن نلاحقه في كل مكان وفي كل زمان، وأن نعرف أخباره وأن يكون لنا اتصال به. ولكن نقده كما قلت لكم، ويعني بعض مآخذه قد نوافقه في بعضها ونختلف معه في البعض الآخر، ولكل أسباب. فمثلا لا يتصور مثلا أن يرسب طالب في الدراسات العليا لأنه أخطأ في كتابة اسم الأستاذ. هل من الأسئلة التي توجه أن يذكر الطالب اسم الأستاذ؟ حتى لا يذكر، لا يكتب اسم الأستاذ لا في ورقة الأسئلة ولا في ورقة الإجابة. فما الذي أقحم هذا الطالب في ذكر اسم الأستاذ؟ هو الذي جر على نفسه هذا الإيه؟ هذا إن كان يعني هذا يعني شيء غير متصور، غريب. هناك أسباب أخرى قد تكون ترجع إلى نفسية بعض الأساتذة، وقد رأيت وأنا أشهد بذلك أن هناك علماء فعلا جاءوا من الجزائر، ولكن السر في رسوبهم ليس كما ذكر، وإنما أنهم كانوا لا يحضرون ولا يهتمون. هناك بعض السجلات تقيد الحضور والغياب، وهناك أيضا مناهج محددة، فإذا خرج عنها الطالب هناك منظومة معقدة. صحيح أن بعض الكليات فيها تعنت، لكن لا يتصور أن يكون بهذا الذي سمعناه، وإلا لما نجح كثير من الطلاب ونالوا شهادات الماجستير والدكتوراه وغير ذلك. لكني أريد أن أعود إلى ما نحن بصدده من نصيحة الطلاب أن يدرسوا. هذه نصيحة، والتي جرني إلى الكلام إليها ما سمعناه، وهو أن الطالب يأتي إلى الجامع الأزهر ويدرس في هذه الحلقات المختلفة، ويقرأ الكتب والثقافات والآداب والمتون والفنون وغير ذلك، إلا أنه لا يهتم بالمنهج الدراسي الذي تقرره الكلية، ظنا منه أنه فاق هذا أو خرج عن حدوده، لم يتقيد. يعني يظن أنه بقراءة متن أو كتاب خلاص هذه الكتب التي تدرس في الكلية كتب لا قيمة لها، وأنا خرجت عن طورها. فيريد أن يكتب في العلم بما يحلو له أو بما يشاء. فأنصحكم أن تهتم أولا الكلية التي تمتحنك، وهي التي تعطيك الشهادة، وهي التي جئت من بلادك بسببها، ثم بعد ذلك اجلس في الحلقات كما شئت، واحفظ من المتون ما شئت. أليس الذي يدرس في الكلية علوم؟ أليس هناك أساتذة؟ أليست هناك جامعة؟ أليست هناك إلى آخره؟ فلماذا لا نهتم بالدراسات أو بالكتب المقررة في الكلية بحجة أننا ندرس المصادر أو المراجع أو غير ذلك؟ فكثير من الطلاب لا يلفت نظره إلى هذا، ويجلس في الأزهر ليلا أو نهارا، ثم لا يحضر الدروس المقررة عليه، ثم إذا حدث له شيء يلوم الكلية أو يلوم الجامعة. أولا يدرس المقررات التي عليه، ثم يتفرغ للقراءات، للنحو، للصرف، لغير ذلك، يقوي نفسه. هذه نصيحة مهمة، لا تقصر في الدروس النظامية حتى لا يصيبك مكروه، وإن قدر الله عليك شيء فلا نستطيع أن نقف أمام الأقدار، ورب ضارة نافعة. يعني لو اطلع الإنسان على الغيب أو على ما قدره الله تعالى له، لربما يكون في هذه الكبوة يكون فيها الفتح وفيها الخير إن شاء الله، ربما تكون سبب أراده الله تعالى لانطلاقة كبرى أو لهدف أعظم. ونرجو من الأخ الفاضل الشيخ إبراهيم أن ينفع الله تعالى بعلمه
حيثما حل وأينما نزل وفي كل مكان، أن ينفع الله تعالى به طلبة العلم وأن يجعله جامعا بالمذكر ثم جامعة إن شاء الله تعالى، فالتأنيث يأتي بعد التذكير. ونسأل الله تعالى أن يجعله من أعلام عصره، وأن نسمع عنه كل خير، وأن يجمعنا به على الهدى والنور، وأن يجعلنا وإياه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.